ومعنا بشأن هذا الموضوع عبر الهاتف من بغداد دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بكم دكتور قحطان. معهد أوراسيا الأمريكي في تقرير له أرجع الأزمة التي تشهدها منطقة كردستان إلى الصراعات الداخلية بين الأحزاب في كردستان، ما تعليقك على هذه الرؤية؟ حياك الله أولا، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أنا أؤيد كثيرا هذه الرؤية، وذلك لأن حالة الاختلافات ما بين إدارة أربيل للإقليم وبين حركة التغيير وجماعة سليمانية طلباني كانت أساسا خلافات عميقة، ولكن زادت كثيرا بعد أن استأثر برزاني في إدارة الحكومة وفي المغانم التي كسبها، ثم الذي حصل مؤخرا من ترتيب ما بين السليمانية وبين بغداد زاد من الهوة أكثر فأكثر. فأنا أشاطر هذا الرأي وأيده. ولكن إلى أي مدى استفادت حكومة العبادي من هذه الأزمة؟ أكيد استفادت الكثير حقيقة الأمر، ولعل الذي حصل من توافق معين مع السليمانية وأدى إلى عدم اصطدام عسكري بين العراقيين وبين يعني شقيه العرب والأكراد في كركوك، هذا من جانب الأمني والسياسي. الأمني رقم واحد، أما السياسي وهو أن استطاع العبادي أن يجعل خرقا واضحا في هذه الترتيبة اللحمة الكردية وصبت لصالحه. لذلك نرى أن هناك تخبط واضح في إدارة أربيل لبعض الملفات وعلاقاتها مع أطراف العملية السياسية بما فيها الطور الأخير مع مالكي. إذن هي عملية صبت لصالح عباد كثير. ثم ما ترشح من علاقات ما بين أربيل وبعض فصائل المسلحة لداعش ومجاميع داعش التي ترشح من هناك علاقات معينة وإيواء معين، ثم حركة رايات البيض كلها تصب في أن تجعل العبادي وما قام به من إجراءات سليمة بالاتجاه الصحيح، ذلك تصب لصالحه مستقبلا. من أجل ذلك هناك مماطلات في حل الأزمة تقودها الحكومة في بغداد مع الضغوط تمثلت في الرواتب والنفط وغيرها من الملفات والقضايا العالقة بينهما. هل تعتقد أن أربيل دكتور قحطان سترضخ لهذه الضغوط؟ أتوقع أن سترضخ لسبب أساسي واحد، وهو أن حجب التأييد الدولي والإقليمي لصالح عبادي، هذا واحد. اثنين، مصداقية حكومة أربيل حصرا في أنها قريبة إلى الشعب الكردي صابها خيانة كبير، ولعلني أنا شخصيا تلمست ذلك حقيقة في الواقع أن المواطن في أربيل وسواه أدرك حقيقة أن المغتنم الأول من الأموال يتورث إلى الإقليم هم رموز السلطة في أربيل. إذن أتوقع في رأيي الشخصي هذا المتغيرين الأساسيين، وهو التأييد الدولي الإقليمي للعبادي رقم واحد. اثنين، التململ الشرع الكردي من إدارة البرزاني للحقبة الزمنية الماضية، ذلك جعل حكومة أربيل في حرج جدا كبير. أنا أتوقع أن البرزاني قد يذهب بعيدا، وهو علم منذ أول يوم أنه مقاتل، قد يذهب بعيدا يعني يحمل السلاح من جديد على أن لا يعطي يعني تنازلات أكثر، ولكن في المحصلة النهائية أتوقع سيجبر أربيل أن تقدم تنازلات لبغداد. نعم، الخارجية التركية أعلنت أنها تلقت وساطة وستبحث دور هذه الوساطة في الأزمة مع بغداد وأربيل. إلى أي مدى يمكن أن تنجح الوساطة التركية؟ هذه الوساطة بالتأكيد لابد منها لأكثر من سبب. أولاً حتى لا تحتقن الأمور واستقاط الأمور. اثنين، حتى تكون الأطراف الإقليمية أو الدولية أو صاحبة الوساطة موجودة. ثلاثة، الطرفي الصراع الآن أو طرفي الخلاف بغداد أيضاً ليس لديه الاستعداد الكامل ليذهب بعيداً للخلاف كما هو الحال في أربيل، ليذهب بعيداً للخلاف. ولكن بغداد تدرك الآن أن الفرصة السابحة لها، لذلك قد تماطل أكثر. أنا أتوقع هذه الوساطات قد تثمر إلى شيء قادم، وسيما
الائتلافات والمقاطعة والتوافقات السياسية على أبواب الانتخابات قد تدفع بشكل نوع من التراخي أو التساهل من بغداد، ولكن معطيات الآن لحد اللحظة تشير إلى تعنت بغداد أو التزام بغداد بالضوابط المعنية. ولكن السؤال الأكبر يقول أين بغداد من تلك الضوابط طيلة الفترة الماضية؟ هاتفيا من بغداد دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.